إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد ولي وفلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأراضين، الذي لا عز إلا في طاعته ولا غنى إلا في الافتقار إليه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى آتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين وصحابته الأكرمين وتابعيه وتابع تابعيه بإحسان وتقوى إلى يوم الدين. على بصيرة، وردت كلمة البصيرة في قوله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. الآية الثامنة بعد المئة الأولى من سورة يوسف. تعلمنا هذه الآية أن الدعوة إلى الله فريضة شرعية وضرورة اجتماعية. الدعوة إلى الله فريضة شرعية دلت عليها النصوص، منها قول الله سبحانه وتعالى في سورة النحل الآية 125: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. كما أكد النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو مبلغ عن ربه لقوله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، قال لنا عليه الصلاة والسلام: بلغوا عني ولو آية. بلغوا أمر، عني تشريف، ولو آية تخفيف. جاء التكليف والتشريف والتخفيف في حديث واحد. بلغوا عني، بلغوا تكليف، عني تشريف، ولو آية تخفيف، إذ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الدعوة إلى الله منهج النبيين والمرسلين، والدعوة إلى الله واجب علينا بقدر المستطاع. بلغوا عني ولو آية، لتظل الرسالة نيرة منيرة لحياة الناس في جميع الأزمان وفي كل مكان، لا تسدها سدود ولا تحدها حدود. ولكن قول الله في سورة يوسف على بصيرة يقتضي منا أن نفهم مدلولات هذه اللفظة القرآنية. لا يمكن أن تتحقق هذه البصيرة إلا بجملة أمور. الأمر الأول أن تكون الدعوة إلى الله وحده، أن تكون الدعوة إلى منهج الله من أجل ترسيخ التوحيد، وهو الأصل الأصيل الذي اجتمعت عليه النبوات والرسالات، كما دلت على ذلك الآيات، منها الآية 25 من سورة الأنبياء: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. منها أيضا ما ورد في سورة البقرة، خاصة في الآيتين، في آية الكرسي الآية 255 من سورة البقرة، والآية التي تليها 256: الله لا إله إلا هو الحي القيوم،
لا تأخذه سنة ولا نوم. ثم إلى أن تأتي الآية التي تليها: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. كلمة الطاغوت وردت تملأ الفم، فمن يكفر بالطاغوت كلمة تملأ الفم. وقد قرر علماء اللغة العربية أن الزيادة في المبنى تؤدي إلى الزيادة في المعنى. الطاغوت، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، وهذه الآية تساوي لا إله إلا الله. فمن يكفر بالطاغوت نفي أي لا إله، ويؤمن بالله إثبات، نفي وإثبات، تساوي إلا الله. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله النتيجة: فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. إذن لنحقق الدعوة على البصيرة، على بصيرة، لا بد من التأكيد على هذه المسألة المهمة جدا، أن تكون الدعوة إلى الله صافية نقية هادئة هادية هادفة، تجتمع الهاءات، أن تكون الدعوة إلى الله على بصيرة، أن تكون دعوة هادية هادئة هادفة. ومن مقتضيات تحقيق الحكمة أيضاً على بصيرة، لا بد من مراعاة أنواع الفقه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيراً يفقهه في الدين. والفقه أعمق من العلم، فإذا كان العلم ينصرف إلى كثرة الرواية فإن الفقه والفهم ينصرف إلى عمق الدراية. ففهمناها سليمان. لابد من مراعاة أنواع الفقه لتحقيق هذه البصيرة وتلك الحكمة التي وردت في سورة النحل: أدع إلى سبيل ربك بالحكمة. من أنواع الفقه: فقه المقاصد، نقرأ النصوص وللنصوص غايات، وللنصوص أسرار ومقاصد ومآلات، كما يقول أبو إسحاق الشاطبي في كتابه المعروف الموافقات في أصول الشريعة في الجزء الرابع في الصفحة 140 في الصفحة اليمنى في المسألة العاشرة، يشير إلى ضرورة النظر في المآلات. ومما قاله أبو إسحاق الشاطبي: والنظر في مآلات الأفعال معتبر ومقصود شرعا. فقه المقاصد، لابد من مراعاة أيضا فقه الأولويات، أو كما يسميه العلماء، منهم سلطان العلماء العز بن عبد السلام، مراتب الأعمال. لابد من فقه الأولويات، هناك أصول وهناك فروع، هناك قطعيات وهناك ظنيات، هناك كليات وهناك جزئيات. لابد من مراعاة فقه الأولويات لتحقيق البصيرة ولتحقيق الحكمة المطلوبة. ولابد من مراعاة فقه الواقع. فقه الواقع يراعيه الفقيه ويراعيه الداعية إلى الله. لابد من مراعاة فقه الواقع. إذا قال علماؤنا، منهم الإمام أحمد صاحب المسند، قال: شروط المفتي ستة. من شروط المفتي الشرط الرابع: أن يكون المفتي عارفا بأحوال الناس. لتغير الفتوى كما قال العلماء بتغير الزمان والمكان. وقد عقد ابن قيم الجوزية في كتابه القيم
إعلام الموقعين في الجزء الثالث في الصفحة الثالثة عنواناً باب أو فصل تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان والأحوال والعوائد والنيات. ومما قال في مقدمة هذا الفصل: هذا الفصل عظيم النفع جداً، حصل ظلم كبير على الشريعة بسبب الجهل به. إذن الحكمة لتتحقق لا بد من مراعاة أنواع الفقه المختلفة. ربنا قال: أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. الكلمة الطيبة، الكلمة لها قدر ووزن في شريعة الله. الدليل في قوله عز وجل في سورة قاف الآية 18: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال ربنا: وقولوا للناس حسنا. وقال ربنا في سورة إبراهيم من الآية 24 إلى غاية الآية 27: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة. في تفسير ابن عباس: كلمة الطيبة المراد بها هي لا إله إلا الله، ولكن يصح الاستدلال بهذه الآية في معرض الحديث عن الكلمة الطيبة التي تبني ولا تهدم، الكلمة الطيبة التي تجمع ولا تفرق، الكلمة الطيبة التي ترفع ولا تضع، التي تقرب ولا تبعد، التي تزرع الأمل ولا تزرع اليأس. هذه الكلمة التي أمرنا بقولها، كما أكد على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. عودة إلى آيات سورة إبراهيم: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، إلى أن يقول الله عز وجل الآية 27: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. ثم قالت الآية: وجادلهم بالتي هي أحسن. فإذا تحققت مقتضيات المناقشة والحوار والمناظرة والمجادلة لابد أن تكون بالتي هي أحسن، ولا تكون بالتي هي أحسن إلا باعتماد الحجة والبرهان، الدليل، منطق القوة مرفوض، قوة المنطق مطلوب. لابد أن نستخدم قوة المنطق لا منطق القوة. لذلك لابد أن يكون هذا الجدال كما قال ربنا: بالتي هي أحسن. سورة النحل تضع منهاجا للدعاء: أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن أستغفر الله لي ولكم وهو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خاتم النبيين وإمام المرسلين. إذن علمنا بأن الدعوة إلى الله فريضة شرعية دلت عليها النصوص، ولا بد أن نعلم أيضًا بأن الدعوة إلى الله ضرورة اجتماعية. مجتمعنا يحتاج إلى دعاة، تنتشر هممهم في جميع البقاع من أجل تحقيق التماسك الاجتماعي، من أجل معالجة ألوان الفساد. ولا تبغي الفساد في الأرض وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. نعمر الدارين، لأن الإيمان عمار للدارين للدنيا والآخرة. يجتهد الدعاة من الرجال والنساء من الصغار والكبار، كل في موقعه، من أجل تذكير الناس
بذلك اليوم الذي ينتظرنا جميعا، سنموت جميعا وسنلقى الله حتما، وحياتنا تنتهي بشهيق أو زفير. ربنا يقول في آخر ما أنزل عند جمهرة العلماء الآية 281 من سورة البقرة: واتقوا يوما. إذا نحن مطلوب منا أن نعمر هذه الدنيا، نعم مطلوب منا أن نجتهد أن تنتشر هممنا في جميع الفضاءات، في مجال علم الجيولوجيا طبقات الأرض، في التكنولوجيات علم البحار، علم الفلك، علم الجيولوجيا، علم الجغرافيا، علوم الشريعة، علوم النفس والاجتماع والاقتصاد. هذا مطلوب منا، لابد أن نحقق فروض الكفاية وفروض العين قبل ذلك. لماذا؟ تحقيقاً للبراءة، براءتنا لابد أن تتحقق عن طريق تحقيق الشهود كأفراد وكمجتمع إسلامي وكأمة، والأمة الشاهدة على الناس أيضاً مطالبة أن تحقق مقتضيات الشهادة على الناس. ربنا شرفها وكلفها في الوقت نفسه، الدليل في سورة البقرة الآية 143، تتوسط سورة البقرة وهي أطول آية في القرآن: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. هذا تشريف للأمة، ولكن في الوقت نفسه تكليف. هذه الآية لها آية أخرى تدعمها وتشرحها، وهي الآية 110 من سورة آل عمران: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. إذن هي خيرية مشروطة، فيها تكليف. والآية 143 من سورة البقرة تقول: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. تشريف ما بعده تشريف، وهي أمة واحدة، بدليل قوله تعالى في سورة الأنبياء الآية 92: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. والتي تشبهها الآية 52 من سورة المؤمنون: وأن وإن قراءتان. هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. انظروا سادتي كيف يجذر القرآن مفهوم الأمة فينا ليتحقق هذا الانتماء إلى أمة الإسلام. فنحن أمة واحدة، أمة شاهدة على الناس، ولكن هي أمة مكلفة، لا بد أن تكون حاضرة. لا يجوز للأمة أن تكون غائبة، لا يجوز على وجه الإطلاق، لترقى إلى هذا المستوى السامق الذي أراده الله لها. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. هل تقبل شهادة الغائب؟ لا تقبل شهادة الغائب، سواء كان فردا أو أمة، الغائب لا تقبل شهادته. لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. والقرآن يشرح بعضه بعضا، الرسول يشهد لنا وعلينا يوم القيامة، بدليل الآية التي أدمعته وأبكته، وهي الآية رقم 41 من سورة النساء، حينما طلب النبي صلى الله عليه وسلم من صحابي الجليل أن يقرأ عليه القرآن، قال: اقرأ عليه القرآن، قال: أقرأه عليك وعليك أنزل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أحب أن أسمعه من غيري. بدأ الصحابي يقرأ أوائل النساء: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، إلى أن وصل إلى الآية 41، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: حسبك، أي توقف عن القراءة. والصحابي يقول: نظرت إلى وجه المصطفى صلى الله عليه وسلم وإذا عيناه تذرفان الدموع، يبكي، أبكته، لأنه موقف جلل. نقرأ الآية: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا.
هي دموع الفرح أبكته النبي صلى الله عليه وسلم، أبكاه ذلك المشهد الذي يتصوره من أبناء وبنات أمته الذين نصروا دينه وخدموا ميراثه عليه الصلاة والسلام، يفرح والدمع يتهاطل من دموع الذين يفرحون بهذه المشاهد المبشرة المفرحة. أيضا قد تدمع العين للحزن إذا رأى من خيب أمته وخيب دين الإسلام، هذا أمر محزن كئيب. وقد قال الشاعر: يا عين لقد صار لك البكاء عادة، فصرت تبكين في فرح وأحزان، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. إذن نحن أيضا لا يمكن أن نحقق البراءة إلا بانتشار هممنا بالدعوة إلى الله بقدر ما نستطيع، فإذا اجتهدنا في تحقيق ما نستطيع حقق الله لنا ما لا نستطيع. ثم يذكر بعضنا بعضا بهادم اللذات وكلنا نموت، نرجو ألا نضيع فرصة الحياة، هي فرصة واحدة بعد ذلك ندخل في رحلة الخلود، لأن الموت ليس نهاية، الموت انتقال من وجود إلى وجود، انتقال من وجود زائل الدنيا إلى وجود دائم الآخرة. اقرأوا معي قوله تعالى في سورة البقرة الآية 281: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. واقرأوا معي الآية 73 74 75 من سورة الزمر: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين، خالدين حياة الخلود. ماذا يقول أهل هذه الجنان؟ الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. نربط هذه الآية بالآية 105 من سورة التوبة: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. أتيت القبور فناديتها: فأين المعظم فيك والمحتقر؟ وأين المذل بسلطانه؟ وأين المزكى إذا ما افتخر؟ تساووا جميعا وماتوا جميعا ومات الأثر، تروح وتغدو بنات الثرى فتمحو محاسن تلك الصور، فيا سائلي عن أناس مضوا أما لك فيما مضى معتبر. حياتنا تنتهي بشهيق أو زفير، نسأل الله الستر وحسن الخاتمة. اللهم أخذ بأيدينا أخذ الكرام عليك، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، اللهم الهمنا جميعا السداد في الرأي والتوفيق في العمل، اللهم احفظ بلادنا الجزائر من كل سوء وسائر بلاد المسلمين، اللهم ارفع عنا الوباء وارفع هذه الأوبئة عن جميع البشرية عن البشرية قاطبة، اللهم إن نسألك الستر وحسن الخاتمة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة. استووا استقيموا رحمكم الله، استووا اعتدلوا. الله أكبر، الله أكبر، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم
ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ولك الحمد. الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ولك الحمد. الله أكبر. 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 السلام عليكم. السلام.